الثاني أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينه. نعم، الثاني، الحالة الثانية أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه، يعني المدعي والمدعى عليه. المدعي يقول هذه الأرض لي، أو هذا البيت لي، أو هذه السيارة لي، أو هذا البعير لي. المهم يدعي شيئا ليس في يده، يدعي شيئا بيد أخيه، كما قلنا قبل قليل في تعريف الدعوة، هي ادعاء ملك شيء في يد غيره، ادعاء ملك شيء في يد غيره. طيب، قال أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه، كما قصة الحضرمي والكندي، له بيمينه لأن بيده الأرض. فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، رفض أن يحلف، يعني هذا المدعي قال هذه الأرض لي، التفتنا إلى المدعى عليه قال لا، الأرض لي وهي بيدي، رجعنا إلى المدعي فقلنا له ألك بينة؟ عندك بينة أن الأرض لك؟ قال ما عندي بينة. رجعنا إلى، لأن إذا عنده بينة أخذها خلاص، فرجعنا إلى المدعى عليه قلنا احلف أن الأرض لك، قال ما أحلف، فرفض أن يحلف، سمون النكول، النكول. فإذا نكل عن الحلف يأخذها المدعي، يأخذها المدعي إذا حلف، يأخذها المدعي إذا حلف. فهنا إذن إذا نكل رجعت إلى المدعي. قوله ولو أقام بينة، هذه مسألة خلاف فيها، والصحيح أنه إذا قام بينة قبلت منه، لأنهم يقول لا تقبل منه البينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي ليست على المدعى عليه، المدعى عليه على اليمين. لكن إذا كانت عنده بينة، البينة أقوى شيء، أقوى من الحلف. نعم.